Mr. President, you are meeting with our united war cabinet, united and resolved to lead Israel to victory. This will be a different kind of war. سيد الرئيس. Because Hamas is a أنت تجتمع kind of مع. While Israel seeks to minimize civilian casualties, Hamas seeks to maximize. معنا من أجل. انتصار إسرائيل. حماس نوع مختلف من الأعداء. إسرائيل تحاول أن تحد من الضحايا المدنيين في حين أن حماس تسعى إلى العدد الأكبر من المدنيين. هي تحاول أن تقتل العدد الأكبر من الإسرائيليين وتتجاهل حياة الفلسطينيين. يوميا ترتكب جريمة حرب مزدوجة تستهدف المدنيين عندنا وتختبئ خلف مدنييها. تختبئ خلف المدنيين وتستخدمهم كدروع بشرية. لقد رأينا كلفة هذه الجريمة، جريمة الحرب المزدوجة التي ترتكبها حماس منذ 11 يوما. إسرائيل تستهدف الإرهابيين في حين أن المدنيين لسوء الحظ يتضررون. حماس مسؤولة وينبغي أن تحاسب عن الضحايا من المدنيين. رأينا نتيجة جريمة الحرب بالأمس عندما كان صاروخ أطلقته حماس قد فشل إطلاقه وسقط فوق المستشفى. غضب العالم أجمع، ولكن هذا الغضب يجب أن لا يوجه نحو إسرائيل بل نحو الإرهابيين. باستمرارنا في هذا الحرب سوف تبذل إسرائيل ما بوسعها من أجل الحفاظ على المدنيين بمأمن. طلبنا منهم وسنواصل الطلب منهم أن يتوجهوا إلى المناطق الآمنة. سنواصل العمل معكم من أجل تلبية الحد الأدنى المطلوب، وسنواصل العمل من أجل إخراج رهائننا. سيد الرئيس، الطريق نحو الانتصار سيكون طويلا وصعبا، ولكننا متحدين وروح الجنود والشعب الإسرائيلي عندنا قوية وسوف ننتصر. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد رئيس الوزراء. عقب الأعمال المروعة والتي يفوق تصورها التي ارتكبتها حماس، نجتمع هنا ونعبر عن اتحادنا وتضامننا ونؤكد أنكم لستم وحدكم. مثلما شددت في السابق، سنواصل دعم إسرائيل في دفاعها عن شعبها. سنواصل العمل معكم ومع الشركاء حول المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية معكم في الدفاع عن هذه الحرية ومن أجل تحقيق العدالة ودعم السلام اليوم، غدا ودائما. نعيدكم بذلك.